فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب، إلى شعب الإيمان، باب تخصيص سورة الإخلاص بالذكر. روى المصنف بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء لرسول الله فذكر ذلك له، وكان الرجل يقللها. فقال القعنبي يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. هناك رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قل الله أحد يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان قام الليل يقرأ من السحر، قال قل هو الله أحد، نعم، يرددها لا أزيد عليها، وكأن الرجل يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا حديث في البخاري، نعم. وفي رواية قل هو الله أحد ثلث القرآن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يستطيع أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قال يا رسول الله نحن أعجز وأضعف من مرتين أو ثلاثا. قال ذلك كل ذلك يرددون عليه مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، وهذه فيها تحزيب القرآن، فجعل قل هو الله أحد جزءا من القرآن. وهذا رواه أيضا مسلم. هذه الحديث وما في معناها جاءت لتبين فضل سورة قل هو الله أحد. كفى أن قل هو الله أحد هي السورة التي تحوي يعني صفات الله جل في علاه، وتحوي التوحيد لربنا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. أنه قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تصرف العبادة له لا لغيره. الله الصمد، وهذه الربوبية، لأن الصمد هو الأجوف، هو الذي يستغني عن الناس والجميع يصمدون له في حوائجهم، فهو الغني عنهم ويعطيهم ويغنيهم ويكفيهم. هذه كلها مظاهر الربوبية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه أيضا أسماء والصفات سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود هذه السورة العظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. كان رجلا يصلي بالناس، كان في الصحابة رجل يصلي بالناس، وكان يفتتح القراءة بسورة الصمد ويختتم القراءة بسورة الصمد حتى أوتي به إلى النبي، فقال ما حملك على ذلك؟ قال أحبها، تحوي صفات الله الرحمن. قال إن الله يحبك بمحبتك لهذه السورة. فهذه السورة من أعظم سور القرآن كما قلت، لأنها تحوي صفات الله جل في علاه. كفى أن النبي قال له إن الرحمن أحبك لمحبتك لسورة الصمد. ممتاز يا تامر، جزاك الله خيرا. الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، والذي له جوف هو الذي يحتاج إلى الطعام والشراب. الصمد يصمد الناس جميعا كما قال ابن عباس إليه في حوائجهم، والصمد الذي لا جوف له. نشوف الإنسان لما خلق الله آدم جاء ولم ينفخ فيه الروح، جاء إبليس يطوف به فدخل من فمه وخرج من دبره، ثم قال إنك أجوف،
وإنك لضعيف، والذي نفسي بيدي لو سلطت علي، لو سلطت عليك لأهلكنك، ولو سلطت علي لأغوينك. فهذه السورة العظيمة من قرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن. ومن عظم مكانة هذه السورة قول النبي عمر بن الخطاب: من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قالوا: يا رسول الله، إذا نكسر؟ قال: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. طيب، نقف عند هذه بفضل سورة قل هو الله أحد. لوجود السفر أني متعب جدا، ف الفوائد المستنبطة، نعم، فضل سورة قل هو الله أحد، لأنها من أعظم السورة، حوت صفات الله جل في علاه. اهتمام العالم بالطالب وتلقينه ما ينفعه علما وعملا. تقسيم القرآن إلى عظيم وأعظم. ولذلك لما قال عمر: إذا نكسر يا رسول الله، قال: الله أكثر وأطيب. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. جزاك الله خير محبة الرحمن، جزاك الله خير مشتاق ربك، أحسن الله عليك، نفع الله بك محمود، زادك الله حرصا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعتقد ذلك في ربي. طيب، لو في أسئلة تفضلوا. رضي الله عنك أزول، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك. استمر يا زول، أنت تتغير كثيرا وتتقطع كثيرا، والتقطيع هذا الملامة عليه فيك، الملامة عليك فيه كبيرة. أي نعم، لكم أن تجعلوا وردا صباحا ومساء لسورة الإخلاص. يعني ما أدري من الذي لا يعتني، أنا أجعل ذلك لنفسي صباحا ومساء، أن تبني بيتا في الجنة صباحا وتبني بيتا في الجنة مساء. كيف يضيع هذا عليكم؟ كيف قلوا الله أحد 10 مرات صباحا، 10 مرات يعني مساء. هذا يعني مغبون من ترك ذلك عن نفسه. ممتاز محمود، صح كده، أنت ممتاز ووجب عليك أن تفعل ذلك. لو في أسئلة تفضلوا. تجعل عند النوم، تجعل صباحا، تجعل لابد أن تجعل وردا في ذلك لك، لأنك تتاجر مع الله بيوتا وقصورا في الجنة بذلك. يجوز أن نقرأ سورة الإخلاص؟ نعم، بشرط أن يميل القلب كما مال القلب من القارئ. نعم، المهم القرآن كله شفاء، نعم، لكن المهم يكون الأمر على الاستمرارية، لا يقف. أريد الله، أنا أجبت. دروس الفقه المقارن كما قلت تبدأ على مذهب، ثم بعد ذلك تتقن علم الآلة، ثم تذهب إلى ذلك. رضي الله عنك يا أحمد، لكن تأخرتم كثيرا، اسمعوا الدرس. يقول شريف: كان الإمام الكسائي كان رعايا الغنم 40 سنة حتى سمع امرأة تحث ابنها لحفظ القرآن، وتقول له: اذهب إلى الحلقة لتتعلم، حتى إذا كبرت لا تكون مثل هذا الراعي الغنم. فباع الكسائي الغنم وقال: أصبح يضرب به المثل في الجاء وقال أصبح يضرب به المثل في الجهل، وانطلق للتعلم حتى صار إمام في اللغة. الله أكبر. وصار هنا الهمم، همم كالقمم. هل ورد في دليل قراءتها 11 مرة؟
الذي أعرفه أنه ورد فيها 10 مرات، من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. نعم يجوز صلاة الضحى الآن، نعم يجوز صلاة الضحى الآن. هناك صور عظيمة وصور أعظم، يعني قل هو الله أحد أعظم من غيرها لأنها ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون نعم أعظم من غيرها لأنها ربع القرآن. أي نعم هذا صحيح يا حنان، أحسن الله عليك. آية الكرسي أعظم آية في الكتاب رضي الله عنك يا باشمهندسة، أسأل الله أن تكون على خير صحة وأتم حال. لا 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 لم يرد دليل على ذلك يا باشمهندسة. نعم ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.